أيها المسلمون، اسمحوا لي أن أعبر عن أسفي وحزني وألمي. ففي الوقت الذي كانت الأمة فيه جلها تصفق بأيد قوية وتصرخ بحناجر ملتهبة للأهل في مباراة ريال مدريد، في هذا الوقت كان اليهود يضربون الأمة بالنعال على أم الرقص في فلسطين. عار على الأمة، عار على مليار وربع، عار على جماهير خدعت، على قطيع يساق إلى حده رغم أنفه. نصفق للكرة ونصرخ للاعبين ونهتف هتافا لو سمعه اليهود في أرض فلسطين ورب الكعبة لتركوا لنا فلسطين وفروا. لو سمع اليهود صرخة من الأمة كصرخة الأمة في استاد كرة، والله لفر اليهود من أرض فلسطين، والله لفر اليهود من أرض فلسطين. لو كبرت الأمة على أرض القدس لهذه الحناجر الملتهبة التي تهتف للاعب ولقطعة جلد سخيفة حقيرة جعلها اليهود ببراعة في حياة الأمة غاية الجد والبطولة. جعل اليهود هذه القطعة الجلدية السخيفة التي تسمى بالكرة، جعلها اليهود غاية الجد والبطولة في حياة الأمة. فصارت الأمة تراقب بعين متجردة هذه الكرة من هنا إلى هناك إلى هنالك، ويهتف العاقل اللبيب الذي ربما خدع نفسه بقلوبهم على واقع فلسطين: لا، اصدق، اصدق مع ربك، اصدق مع نفسك. تشاهد المباراة وانت تعلم، بل وترى بعد المباراة الطحن اليهودي بالطائرات والدبابات والرشاشات لاخوانك. ألم تفكر في هذه الأم التي هدم بيتها على رأسها لا تملك شيئا؟ ألم يحرق قلبك هذا الطفل الذي مات أبواه أمام عينيه وبين يديه وهو لا يحرك ساكنه؟ أما حطم فؤادك هذه الدماء التي تسفك ثم بعد ذلك تصرخ للكرة؟ والله إن القلب لا تمسك. لولا ان الله قال لنبيه: انما انت منذر وما عليك الا البلاء. والله ثم والله لولا اني اعلم ان وظيفتي هي السير على طريق النبي بالدعوة والبلاغ فقط ورب الكعبة، ما ارتقيت المنبر، والله ما ارتقيت المنبر، صرت استحي من الكلام. فبضاعتي هي ان اقول قال الله قال رسوله، لكن من يجيب؟ انا لست قانطا وليس من منهج اليأس، انما انا اشخص الداء المريرة لنقف على دواء صحيح دقيق لنستل جرثومة الداء من جسد الامة بيد بيضاء نقية. لابد من تشخيص الداء بامانة بمصارحة بوضوح. اصدق، انت لا تحمل هم الدين وانت عاشق للكرة، انا اقسم على ذلك يا رب، رب الكعبة، لا تحمل هم الدين يا من تعيش للكرة. اما ان تعيش للكرة واما ان تعيش لله. قلب عاشق للكرة قد يضيع صلاة الجمعة من اجل مباراة، قد يضيع صلاة العصر من اجل مباراة،